اعتصام مفتوح لأبناء مديرية عرمة من قبائل بالعبيد وشريطها الصحراوي رفضا لتواجد العناصر الإخوانية المسلحة في معسكر عارين، والتي لجأت إليه بعد فشل تمردهم ضد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في شهر أغسطس الماضي. سمعنا اليوم مجانا هذول أصحاب الأخوان في عارين، هذول ضرونا وقطعوا مصالحنا، وطالب الحكومة برفع ذولا من الضرر وعلى طرقنا وعلى مراعينا وعلى قراشنا، وطالب السلطة المحلية برفع هذولا قبل تجي مشاكل بيننا احنا وياهم، ولا احنا حتى عيشتنا قطعوها. نطالب السلطة المحلية وقيادة التحالف بطرد المعسكرات التي تواجد في أرض بالعبيد، وإذا كان وجود معسكرات هذا فالأفضل أنها تواجد في الجبهات، تتجه للجبهات إلى جبهات الحوثي وليس في هذه الأراضي، هذه الأراضي مأهولة بالسكان، فضرر كبير يسبب لوجود المعسكرات هذا في أراضينا. دعت قبائل بالعبيد اليوم الاجتماع في شبوه وعرمة معروفة منطقة سلام، وفي معسكرات على حدود بالعبيد وعلى مراعيهم، ونحن نطلب من السلطات ومن التحالف سحب المعسكرات من بلادنا. المعتصمون المحتشدون طالبوا التحالف العربي والمجلس الرئاسي بالضغط على جماعة الإخوان لنقل المعسكر إلى خارج حدود المديرية ومحافظة شبوة عامة وإبعاد المحافظة عن التوترات والفوضى. طالب التحالف العربي والمجلس الرئاسي بنقل قوات الإخوان من معسكر عارين في حدود بالعبيد، هذا مضر علينا وعليهم برفع على الجبهات في مارب، في بلادنا أمن وأمان ولا فيها حوثي ولا شيء. نطالب قوات التحالف العربي ومجلس الرئاسي بنقل معسكرات الأخوان من مناطق بالعبيد والتي تتواجد في منطقة عارين. توافدنا في هذا المخيم من أجل مطالبة بحقوقنا الشرعية، وهي مراها أمام الجميع، نرجو تحقيق مطالبنا من التحالف العربي، فهي مطالب مهمة تعتبر جدا جدا. المعتصمون خلصوا في مخيم الاعتصام هذا إلى رفض تواجد عناصر حركة التمرد والمطالبة بأن يسود الأمن والسلام والاستقرار والتنمية أراضي المديرية، محذرين من بقاء مثل هكذا معسكرات ليست لها أي شرعية رسمية ولا قانونية. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق، محافظة شبوة.